بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ النهاردة شرح المحاضرة الأولى من مقرر مادة القانون للفرقة الأولى من كلية التجارة جامعة بن شمس. المحاضرة دي هتكون لي انتظام وانتساب وسعة المعتمدة. هنشرح فيها مادة نظرية الحق والقانون في عصر الإنترنت. نشرح نظرية الحق والقانون في عصر الإنترنت. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات لازم نتعلمها. ايه هو الحق؟ وده هندرسه في الباب الاولاني. وايه هو القانون؟ ده اللي هندرسه في الباب الاولاني. ونظرية الحق دي اللي هندرسها في الباب الثاني. وايه مصادر الحق؟ دي اللي هندرسها في الباب الثالث. وهي اثبات الحق ده اللي هندرسه في الباب الرابع. منهجنا بيتكون من أربع موضوعات رئيسية. الموضوع الأولاني وده بيتكلم فيه الباب الأول، وهو بيتكلم عن نظرية القانون بشكل عام، مبادئ القانون بشكل عام. الموضوع الثاني وده بنتكلم فيه في مبادئ الحق بشكل عام أو نظرية الحق بشكل عام. في الباب الأولاني بنتكلم يعني إيه قانون، الباب الثاني بنتكلم يعني إيه حق، وبنحدد العلاقة بين القانون والحق. الباب الثالث بنتكلم في مصادر الحق، ايه هي مصادر الحق. والباب الاخير بنتكلم في اثبات الحق. يبقى هنا منهجنا بيتكون من اربع ابواب او اربع موضوعات كبيره. الموضوع الاولاني بيتكلم عن القانون، الموضوع الثاني بيتكلم عن الحق، الموضوع الثالث بيتكلم عن مصادر الحق او مصادر الالتزام، الموضوع الرابع بيتكلم عن اثبات الحق. في الموضوع الاول هنبدا اللي هو موجود عندنا في الباب الاولاني، موجود عندنا في الباب الاولاني. الموضوع الاولاني موجود في الباب الاولاني تحت مسمى نظريه القانون. يعني ايه نظريه القانون؟ اول حاجه في نظريه القانون قلنا هنتكلم فيها، نقول يعني ايه قانون. هنقول القانون ده مجموعه من القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع. يبقى اي مجموعه من العلاقات، اي مجموعه من القواعد بتنظم العلاقات داخل المجتمع بس بصورة عامة ومجردة وملزمة يعتبر قانون. بأي مجموعة من القواعد بتنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة يعتبر قانون. ايه هو المجتمع بقى اللي القانون جاي ينظمه؟ قالك المجتمع اللي جاي القانون هينظمه ده أي كيان بيتكون من أكتر من فرد. يبقى المجتمع اللي القانون جاي ينظمه أي كيان بيتكون من أكتر من فرد. يبقى أي كيان بيتكون من أكتر من فرد اسمه مجتمع، وبناء عليه الفردين مجتمع. يبقى الأسرة مجتمع، ده أصغر مجتمع عندنا أسرة. الكلية مجتمع، المصنع مجتمع، الشركة مجتمع، الصيدلية مجتمع، الوزارة مجتمع، الدولة مجتمع. عندنا كم لا حصر له من المجتمعات. الدولة بتضم كل المجتمعات على المستوى الداخلي بقى. في عندنا مجتمع كبير اسمه العالم، المجتمع العالمي او المجتمع الدولي. طب ليه القانون جاي ينظم العلاقات داخل المجتمع؟ نقول احنا طالما احنا بقينا مجتمع اللي هو بقينا اكتر من فرد، معناها يبقى في تعارض في المصالح. تعارض في المصالح، فيجي القانون عشان يوفق بين المصالح المتعارضة. يحدد لكل واحد ايه حقوقه والتزاماته. لو حددنا لكل واحد ايه حقوقه والتزاماته، خلاص كده الوضع هيستقر داخل المجتمع. وده هدف القانون، الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. يبقى احنا بنقول القانون مجموعه من القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع. بتنظمها ازاي؟ بصوره عامه ومجرده وملزمه. طيب نيجي نقول ايه هو المجتمع؟ ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد. اي كيان بيتكون من اكتر من فرد، ليه طالما بين اكتر من فرد محتاجين لقواعد تنظم علاقاتنا؟ قالك لان طالما بين اكتر من واحد بقت المصالح بيننا متعارضه، وطالما في مصالح متعارضه يبقى عايزين اليه او عايزين قواعد توفق بين المصالح المتعارضه دي. طب القانون هيوفق بين المصالح المتعارضه دي ازاي؟ هيحدد لكل واحد ايه حقوقه والتزاماته. هيحدد لكل واحد ايه حقوقه والتزاماته. طيب خلصنا كده، يبقى عرفنا عن ايه قانون، وعرفنا عن ايه مجتمع، وقلنا ايه الهدف من القانون؟ هو الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع.
ازاي القانون بينظم العلاقات؟ انه بيحدد لكل واحد ايه حقوقه والتزاماته، بيحدد لكل واحد ايه حقوقه والتزاماته. طيب نيجي نقول بقى القانون بقى، نبدأ نشرحه تفصيلي. نقول لك القانون ده ليه طالب كلية التجارة بيدرس قانون؟ مش ناقصة يعني، ما احنا عندنا كم كبير. يقول لك أي طالب، أي متعلم، أي غير متعلم، أي شخص لازم يعرف القانون. طب ليه لازم يعرف القانون؟ لأن دي الآلية الوحيدة اللي من خلالها هيعرف إيه حقوقه والتزاماته. القانون بشكل عام مش لازم هو مجموعة القواعد المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة، ده التشريع. لكن انت انت وانت موجود في المجتمع الصغير في الاسره، والدك بيحط قانونه، في المصنع صاحب المصنع بيحط قانونه، في الصيدليه صاحب الصيدليه بيحط قانونه، في اي مكان كل مدير مكان او قائد مكان بيحط قانونه. يبقى القانون اي مجموعه من العلاقات بتضبط المجتمع ده، بتنظم المجتمع ده، اي مجموعه من العلاقات بتضبط المجتمع ده او بتنظم المجتمع ده. بس احنا كل دراستنا هتبقى منصبه على القانون اللي هو في داخل الدوله، لكن اي مجتمع ايا كان حجمه محتاج قانون. القانون ده لصاحب السلطه فيه هو بيحط قانونه. صاحب السلطه بيحط قانون، في الاسره الاب صاحب السلطه يحط قانونه. في العيله كبير العيله صاحب السلطه يحط قانونه. في الكليه مجلس الكليه اصحاب السلطه يحطوا قانونهم، بس بشرط كل القوانين دي ما تتعارضش مع القانون الاساسي اللي هو الدستور، يجي بعد منه القانون العادي اللي هو التشريع، يجي بعد منه اللوائح. كل ده شغال في اطار بعض. هدف القانون الاساسي ايه؟ الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. ما نيجي نتكلم بقى في القانون، نقول لك القانون علم. يعني ايه القانون علم؟ لان مجموعه من القواعد، طالما في مجموعه من القواعد الثابته المحدده او سواء قبل التغيير او غير قبل التغيير، فطالما في مجموعه من القواعد يبقى علم، لان العلم ما هو الا مجموعه من القواعد التي تنظم العلاقات. يبقى لما اجي اقول لك القانون علم ليه؟ لانه عباره عن مجموعه من القواعد التي تنظم العلاقات. طب القانون فن ليه بقى؟ القانون فن لانه بيحتاج الى مهارات وقدرات عند إعداد القانون وعند تنظيم القانون وعند تطبيق القانون أو عند استخدام القانون. طالما محتاج لمهارة يبقى القانون فن. يبقى القانون علم وفن. علم ليه؟ لأنه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع. فن ليه؟ لأن محتاجة مهارة وقدرة وإمكانية عند استخدام هذه القواعد وعند تطبيق هذه القواعد. بالتالي زي موضوع سواقة العربية، سواقة العربية علم وفن. علم ليه؟ لاني بتحتاج ان انا اعرف مجموعه من القواعد الخاصه بالسواقه. فن ليه؟ لاني محتاج في السواقه المهاره، هتختلف من شخص لشخص. طالما ان القانون علم وفن، فبنلاقي محامي شاطر ومحامي خيبان، قاضي شاطر وقاضي خيبان، محقق شاطر ومحقق خيبان، باحث قانوني شاطر وباحث قانوني خيبان، حسب المهاره بتاعته. برضه نقول لك القانون علم اجتماعي. علم اجتماعي يعني ايه؟ ان القانون مش هيوجد الا في وجود مجتمع، وبالتالي لو احنا ما عندناش مجتمع، فرد واحد مش بيكون مجتمع، وبالتالي مش محتاج للقانون، هو يحط نظامه براحته اللي محدش هينازعه في حقوقه والتزاماته. يبقى ليه القانون علم اجتماعي؟ هتقولي القانون علم لانه عباره عن مجموعه من القواعد. لكن القانون بقى اجتماعي ليه؟ لانه القانون لا يوجد الا في وجود مجتمع. القانون لا يوجد الا في وجود ايه؟ مجتمع. لان القانون هدفه تحقيق الاستقرار داخل المجتمع، توفيق بين المصالح المتعارضه داخل المجتمع. بيوفق ازاي بين المصالح المتعارضه داخل المجتمع؟ بيحدد لكل واحد ايه حقوقه وايه التزاماته. طيب كده خلصنا في تعريف ان القانون علم وفن، القانون علم اجتماعي، وليه طالب التجاره بيدرس القانون، وايه هو تعريف القانون، وهو تعريف المجتمع. نبدا نقول برضو القانون علم تنظيمي. نقول القانون علم لأنه عبارة عن مجموعة من القواعد، وتنظيمي لأنه بينظم العلاقات داخل المجتمع. وبرضه القانون علم تقويمي. القانون علم لأنه عبارة عن مجموعة من القواعد. القانون تقويمي لأنه بيعدل وبيقوم السلوك داخل المجتمع، رغبة منه إنه يوصل للسلوك الأفضل. زي على سبيل المثال، طالما قلنا اعمل كذا وما تعملش كذا، نهينا عن كذا وعملنا كذا، إحنا بنأمر للأفضل، عايزين نحسن السلوك داخل المجتمع. زي كده يقول لك القانون علم تقويمي، هدفه تقويم او تحسين السلوك داخل الايه؟ المجتمع. القانون علم حمائي. حمائي يعني ايه؟ قانون علم لانه عباره عن مجموعه من القواعد، حمائي لانه بيحمي الحقوق داخل الايه؟ المجتمع.
قانون علم حماية، لأنه بيهدف إلى حماية الحقوق داخل الإيه؟ المجتمع. برضو نقول القانون، خلاص قلنا القانون علم تنظيمي، علم تقويمي، علم اجتماعي، علم حماية. عايزين بقى نقول، هل القانون هو الآلية الوحيدة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع؟ هل القانون هو الآلية الوحيدة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع؟ يقول لك لا. طب رغم على إن الناس مش عارفة قانون، أو ما عندهاش علم بالقانون، أو ما درستش القانون، أو مش فاهمة القانون، برغم كده المجتمع مستقر. طب إيه السبب في استقرار المجتمع؟ نقول له إن مش القانون الآلية الوحيدة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع، ده في آليات تانية كتيرة بتنظم العلاقات داخل المجتمع. زي إيه؟ زي الدين. يعني اللي بيحمي الأفراد المجتمع من الشخص مين؟ دين الشخص. لو عنده دين مش هيقدر يأذي غيره، هيتعامل مع الناس بدينه. يبقى في آلية تانية بتنظم العلاقات داخل المجتمع وهي الدين. يبقى الآلية الأولى اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع القانون، الآلية التانية الدين، وبالتالي كل واحد متدين مش هيأذي غيره، وهيتعامل مع غيره بدينه. والدين بينظم علاقة أوسع من القانون وأحسن من القانون. ليه؟ لأن الدين بينظم سلوك خارجي، وبينظم ما في داخل النفس، وبينظم علاقة شخصية بربه. وبالتالي لو إنسان متدين عن صدق مش هيأذي حد. يبقى الدين الآلية الوحيدة، أيا كان نوع الدين بقى، دين إسلامي أو دين مسيحي أو دين يهودي. الآلية الثالثة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع الأخلاق. يعني ايه الاخلاق؟ ان انت لو انسان عنده اخلاق، دي مجموعة القواعد اللي الشخص بيتبناها لنفسه. لو عنده اخلاق عمره ما هيأذي غيره. ليه؟ لانه عايز يركز في نفسه، عايز يبني نفسه، عايز يوصل لنفسه لاقصى درجة من السمو كمان. طالما عايز يعمل كده عمره ما هيأذي غيره. يبقى اللي بيحكم علاقته بغيره اخلاقه. يبقى هنا الاخلاق الآلية الثالثة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع. في آلية رابعة بتنظم العلاقات داخل المجتمع، وهي العادات والتقاليد اللي الناس اتربت عليه، الناس اتعلمت عليه. يبقى كل الناس بيتعامل مع غيره، كل فرد في المجتمع بيتعامل مع غيره بايه؟ بعاداته وتقاليده، بالحاجات اللي هو اتربى عليها، بالحاجات اللي هو اتربى عليها. احنا لما نيجي نقول سؤال في الجزئيه دي، هل القانون الاليه الوحيده التي تنظم العلاقات داخل المجتمع؟ لا، تقول لي عندنا اليات كتير جدا بتنظم العلاقات داخل الايه؟ المجتمع. عندنا القانون، عندنا الدين، عندنا الاخلاق، عندنا العادات والتقاليد. طيب خلصنا من دي، عايزين نعرف بقى ايه العلاقة بين القانون والحق. العلاقة بين القانون والحق، تقول لي في علاقة وثيقة بين القانون والحق. في علاقة وثيقة بين القانون والحق، ان القانون هو اللي بينظم الحقوق داخل المجتمع، هو اللي بيحمي الحقوق داخل المجتمع، وبالتالي لو وجود للحق بدون قانون يحميه، إذن في علاقة وثيقة بين القانون والحق. ان القانون هو الذي يحمي الحقوق، وهو الذي ينظم الحقوق، وهو الذي لا وجود للحق بدون وجود قانون يحميه. ففي صله وثيقه بين القانون والحق. بس تقول لي في اختلافين بقى بين القانون والحق، ايه هما الاختلافين؟ ان القانون بينظم العلاقات، لكن الحق بيمنح السلطات. ليه؟ قلنا الحق، اي واحد صاحب حق، ده الحق ده قلنا استئصال او انفراد شخص بميزه او سلطه، واحد بيستاثر او بينفرد بميزه او سلطه، الميزه دي بينظمها القانون ويحميه. يبقى الحق بيدي لصاحبه ايه؟ سلطان، زي المالك له سلطه استخدام الشيء اللي بيملكه، له سلطه استعمال الشيء اللي بيملكه، له سلطه استغلال الشيء اللي بيملكه، له سلطه تصرف في الشيء اللي بيملكه. كل دي سلطات بيديها حق لصاحب الحق. طب يبقى الحق بيمنح سلطات، لكن القانون بينظم علاقات عشان يوفق بين المصالح المتعارضه. ده اول فرق، ان القانون بينظم العلاقات لكن الحق بيمنح سلطات. طب تاني فرق، ان القانون بيتسم بالعموميه، لازم يطبق على الكل، لازم يطبق كل القاعده القانونيه عامه ومجرده، لكن الحق بيتسم بالايه؟ الحق بيتسم بالفرديه، لان صاحب الحق يكون حسب الاصل واحد. صاحب الحق لازم يكون حسب الاصل ايه؟ واحد. عشان لو احنا فرضا لو اتنين تملكوا نفس الشيء، هيتنازعوا في استخدام الشيء، هيتنازعوا في التصرف في الشيء، هيبقى فيهم خلاف بينهم. نقول لك لا، الاصل ان صاحب الحق ايه؟ واحد. بس ده ما يمنعش ان في عندنا ملكيه شائعه، بس الملكيه الشائعه ان اكتر من واحد يتملك نفس الشيء، دي ملكيه مؤقته. يعني ايه ملكيه مؤقته؟ يعني انا عاجلا ام اجلا لازم يتقسموا، لازم يتقسموا، وكل واحد ياخد ايه؟ يعرف ايه حقوقه وايه التزاماته، بتكون خاصه بيه لوحده. يبقى كده احنا عرفنا يعني ايه قانون، ويعني ايه مجتمع،
وإيه العلاقة بين القانون والحق، وإيه الاختلاف اللي بين القانون والحق، ويعني إيه قانون علم، ويعني إيه القانون فن، ويعني إيه قانون علم تنظيم، يعني إيه قانون علم تقويم، يعني إيه قانون علم حماية. يهمنا برضو في الجزئية دي إحنا عايزين نعرف إن إحنا القوانين اللي إحنا بندرسها دي اسمها قوانين وضعية. يعني إيه قوانين وضعية؟ دي قوانين من وضع البشر. قوانين وضعية البشر، طالما القوانين دي من وضع البشر وبالتالي إذا لم تحقق مصالح البشر فممكن تعديلها، لذلك اسمه قانون وضعي. ليه؟ لأن قانون قابل للتعديل، ممكن يتعدل من وقت للتاني حتى داخل نفس المجتمع. كمان قانون وضعي بيختلف من مجتمع لمجتمع، لأن القانون قلنا علم اجتماعي فهيختلف من مجتمع لمجتمع. يبقى وضعي يعني إيه؟ يعني قانون من وضع البشر، قانون قابل للتعديل، قابل للتغيير. وبالتالي لو الأب حط قانون داخل الأسرة والقانون ده مش جايب نتائجه، يحاول يغير من القانون. لو مجلس النواب حطت القانون داخل المجتمع باعتباره السلطة المختصة بإصدار القوانين، السلطة المختصة بوضع القوانين، السلطة التشريعية، وشايفة المجتمع مش قادر يستفيد من القوانين دي، أو مش القانون ده مش بيحقق مصالحه، يبقى يحاول يفكر في تعديله. يحاول يفكر في تعديله ليه؟ لأن القانون ده وضعي. بقى القانون الوضعي ده القانون اللي من وضع البشر، والقانون قابل للتعديل أو قانون قابل للتغيير. طيب بالنسبة للقانون بقى الطبيعي، هذا القانون الطبيعي ده قانون ليه؟ لأنه مجموعة من القواعد بس الثابتة. القانون الطبيعي ده مجموعة من القواعد الثابتة، يعني غير قابلة للتعديل وغير قابلة للتغيير. قد يكون القانون ده قانون إلهي، قد يكون القانون ده قانون اقتصادي بينظم علاقات اقتصادية زي قانون العرض والطلب، قانون الجاذبية، قانون العرض والطلب، قانون تكافؤ النقص والغلة. طيب وقد يكون قانون طبيعي خاص بينظم علاقات طبيعية أو فيزيائية زي قانون نيوتن، قانون الجاذبية الأرضية، دي كلها قوانين ثابتة غير قابلة للتغيير. وبالتالي القوانين الطبيعية في أمريكا هي القوانين الطبيعية في مصر، هي القوانين الطبيعية في السعودية، هي القوانين الطبيعية في الإمارات، هي اللي في الكويت، هي اللي في كذا وكذا. قانون طبيعي غير قابل للتغيير، قانون طبيعي بينظم العدل والأنصاف ده غير قابل للتغيير واحد، لكن الوضع اللي بيختلف من مجتمع لمجتمع، وحتى بيختلف داخل نفس المجتمع من وقت للتاني. نيجي كده يبقى احنا عرفنا بشكل عام مقدمة عامة عن القانون، ايه تعريف القانون، ايه تعريف المجتمع، ايه هو القانون علم، ايه القانون فن، ايه القانون علم اجتماعي، علم تنظيمي، علم حماية، ايه العلاقة بين القانون والحق، وايه ان القانون مش هو الآلية الوحيدة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع، وشرحنا كمان ايه الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. وجينا انتهينا ان احنا في علاقه وثيقه بين القانون والايه والحق. نبدا بقى وعرفنا عن ايه مجتمع، نبدا بقى نتكلم في ايه المجتمع بقى. لو قلنا المجتمع احنا عندنا مجتمعين بينظمهم القانون. المجتمع اللي بينظمه القانون قد يكون مجتمع عادي، المجتمع اللي بينظمه القانون قد يكون مجتمع عادي اللي هو أي كيان بيتكون من أكتر من فرد في الواقع المادي خلف الأبواب المغلقة داخل حدود الدولة، داخل حدود الوزارة. مجتمع عادي فيه أفراد حقيقيين، فيه أشخاص حقيقيين، مجتمع في الواقع المادي. لما القانون بينظم علاقة في كيان بيتكون من اكتر من فرد في المجتمع العادي ده اسمه المجتمع العادي او التقليدي. فالمجتمع العادي والتقليدي هو المجتمع الموجود في الواقع الفعلي، موجود في الواقع العملي، وهو ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد، ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد. طب بمعنى نيجي نقول في مجتمع تاني ظهر، في مجتمعات رقميه، في مجتمعات رقمية. يعني ايه مجتمع رقمي بقى ده؟ قال لك احنا خرجنا من الاشخاص الحقيقية الموجودة في المجتمع العادي او التقليدي لمجتمع تاني فيه اشخاص افتراضية، في اشخاص افتراضية، اشخاص رقمية. يعني ايه اشخاص رقمية؟ يعني الشخص اللي يجسد في صورة رقم، الشخص اللي يجسد في رقم. هنا في اشخاص حقيقية وشخص واحد هو اللي بيجسد الشخصية، لا هنا ممكن يخش لي اشخاص وهمية، وممكن يكون الشخص الواحد في الواقع العملي اكتر من شخصيه في الفضاء الالكتروني. احنا بقينا عندنا مجتمعين، مجتمع تقليدي وعادي ومجتمع رقمي او مجتمع تقني او مجتمع الكتروني. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك احنا هدفنا السنه دي ندرس القانون في الاثنين، في المجتمع التقليدي وفي المجتمع الرقمي.
ايه هو المجتمع الرقمي؟ قال لك المجتمع الرقمي ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد، بس فين؟ في الفضاء الالكتروني. المجتمع الرقمي ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد، فين؟ في الفضاء الالكتروني. طيب يهمنا نعرف ايه الفرق بين الانترنت بقى اللي هي وسيله التواصل داخل المجتمع الرقمي، او الطريقه اللي بتوصلني للفضاء الالكتروني، او الوسيله اللي بتوصلني للفضاء الالكتروني، والفرق بين الانترنت والمجتمع الرقمي والفضاء الالكتروني. سهله قوي، نقول لك الانترنت دي وسيله من وسائل الاتصال، زيها زي التليفون، زيها زي الفاكس، زيها زي التليكس، دي وسيله من وسائل الاتصال، بل احدث وسيله من وسائل الاتصال. يبقى الانترنت احدث وسيله من وسائل الاتصال. الانترنت احدث وسيله من وسائل الاتصال. طيب انما ايه الفضاء المجتمع الرقمي؟ لا، المجتمع الرقمي ده اي كيان بيتكون من اكثر من فرد في الفضاء الالكتروني. طالما بقينا اكثر من فرد في الفضاء الالكتروني يبقى ده مجتمع ايه؟ رقمي. طب ايه الفضاء الالكتروني؟ لا، الفضاء الالكتروني بقى الكيان اللي بيضم كل المجتمعات الرقميه. الكيان اللي بيضم كل المجتمعات الرقميه، كل المجتمعات الرقميه الموجوده في الفضاء الالكتروني ده بيضمها الفضاء الالكتروني، ده اسمه الفضاء الالكتروني. عرفنا الانترنت دي وسيله من وسائل الاتصال، بل احدث وسيله من وسائل الاتصال. ايه هو الفضاء الالكتروني؟ ايه هو الفضاء الالكتروني؟ الفضاء الالكتروني ده الكيان اللي بيضم كل المجتمعات الرقميه. طب ايه هو المجتمع الرقمي؟ قال لك اي كيان بيتكون من اكثر من فرد في الفضاء الالكتروني. وبالتالي حسابك على الفيس طالما دخل معك واحد او اكثر بقى يشكل مجتمع رقمي. موقعك بتاع شركتك بقى يشكل مجتمع رقمي. موقع الكليه بيشكل مجتمع رقمي. موقع الوزاره من الوزارات بيشكل مجتمع رقمي. حسابك على الواتس لو دخل اي حد بيشكل مجتمع رقمي. يعني ايه بيشكل مجتمع رقمي؟ يعني محتاج لمجموعه من القواعد تضبط المجتمع ده، تنظم العلاقات بين افراده عشان كل واحد يعرف ايه حقوقه والتزاماته. يبقى احنا بقى اصبح عندنا مجتمعين، مجتمعات عاديه او تقليديه دي موجوده في الواقع الفعلي، ومجتمعات رقميه دي موجوده في الفضاء الالكتروني. ايه المجتمع؟ ان هيبقى فيه علاقات هنا وعلاقات هنا، علاقات هنا وعلاقات هنا. خلصنا من اول جزئيه ايه الفرق بين المجتمع الرقمي والانترنت والفضاء الالكتروني. في جزئيه ثانيه بقى تهمنا، في جزئيه ثانيه تهمنا الا وهي ايه؟ ايه مزايا وعيوب الانترنت؟ بعضنا نعتقد ان الانترنت كله عيوب، لا للاسف. الانترنت له مزايا كتير وله عيوب كتير برضه. أول ميزة من مزايا الإنترنت إن هو أسرع وسيلة من وسائل التواصل. أسرع وسيلة من وسائل التواصل. إحنا دلوقتي يعني مثلا في الظروف بتاع كورونا دي مش هنقدر نتواصل معاكم بدون إنترنت، يبقى لازم الإنترنت يكون موجود، يبقى دي وسيلة سريعة من وسائل التواصل، بل أحدث وسيلة من وسائل التواصل. كمان ده أسرع وسيلة للحصول على المعلومة. انا دلوقتي ممكن وانا بشرح المحاضره بتاعتكم تجيلي رساله على الموبايل بتاعي اعرف ايه اللي حصل. يبقى ده اسرع وسيله للحصول على المعلومات. اسرع وسيله من احسن الوسائل التعرف على المستجدات. اي جديد هتلاقي جاي لي رساله، لو انا بحب الكوره جديد في الكوره يجي لي، جديد في العربيات يجي لي، جديد في التجميل يجي لي، جديد في التخسيس يجي لي. اسرع وسيله لكل حاجه. طيب بيعرفني على المستجدات، اسرع وسيله تواصل. كمان بيساعدني على تكوين العلاقات، في ناس ما اقدرش اوصل لهم هو يسهل لي الوصول ليه. كمان برضو من الوسائل او من مزايا انه بيعرفني على ثقافات الدول. في دولة انا عمري ما شفتها هو ممكن اقرا عنها، يجيب لي كل حاجة عنها، هيشوفه ممكن اروح واصاحب ناس هناك، يبقى دي مزايا رهيبة. لكن عيوب بقى في الدول النامية عندنا بالذات ان احنا بنعتبر ان هو وسيلة للتسلية، وسيلة لتضييع الوقت، وسيلة للتسلية، وسيلة لتضييع الوقت. يعني ايه وسيله للتسليه وسيله لتضييع وقت؟ احنا كلنا كل واحد عنده مشكله يقول لك اخرج اطلع على الفضاء الالكتروني اهبل شويه او اسلي نفسي واضيع وقتي. اصبح بنضيع وقت كبير فيه، وسيله للتسليه وتضييع الوقت. كمان للاسف ساعد على التفكك الاسري. اصبح في انعزاليه بين افراد الاسره الواحده. كل واحد قاعد مشغول بالموبايل اللي في ايديه، ما بقاش في تواصل بينهم. كمان شغلونا بحاجات كتير، البنت عايز تسمع المسلسل ال 2000 حلقه، الولد عايز يقعد يلعب ببجي، عايز يخلص كل الالعاب. يبقى هنا ده فكك الاسره.
برضه مشكلته انه بيؤدي الى انتهاك الخصوصيه، انا ممكن اتلصص او اتابع الناس من عليه، اعرف ده فاتح امتى وقفل امتى، مشغول ولا مش مشغول، بيعمل ايه، بيسوي ايه، بيكلم مين، ما بيكلمش مين، فبينتهك خصوصيات الشخص. فله عيوب كتير جدا وله مزايا كتير جدا، فالشاطر اللي يحاول يستفيد من مزاياه ويبعد عن عيوبه. طب ايه بقى سمات المجتمع الرقمي؟ ما المجتمع الرقمي ده له سمات، وعايزين نعرف ايه الفرق بينها وبين سمات المجتمع التقليدي. اول سمة من سمات المجتمع الرقمي ان مجتمع مفتوح. مجتمع مفتوح يعني ايه مجتمع مفتوح؟ ان ممكن لاي شخص يخش اي مجتمع او يطلب اي مجتمع او يشاهد اي مجتمع، مهما حطيت خصوصية ممكن هو برضه هيشاهدك، لو عايز يخش لك هيخش لك، حتى لو امتحن شخصية معينة. يبقى مجتمع مفتوح ليه؟ اي شخص ممكن يدخله. طيب المجتمع مفتوح ليه؟ لان مفيش حدود بين الدول، مفتوح بين الدول كلها. طيب بالنسبة للمجتمع بقى الرقم العادي ده على العكس، ده مجتمع مغلق مقفول خلف الابواب المغلقة. يعني انا كمجتمع بيتي محدش يقدر يخشه، اشخاصه محددة، لكن المجتمع الرقمي لا، ده مجتمع مفتوح، اي حد ممكن يدخل بيتك ويكلم اي حد فيه. المجتمع مفتوح مفيش حدود بتربطه، حتى لو عن طريق التحايل امتحن شخصيات معينه، حتى امتحن شخصيات غير حقيقيه عشان يخش لك منها. يبقى اول سمه من سمات المجتمع الرقمي ان المجتمع مفتوح. تاني سمه من سمات المجتمع الرقمي ان التعامل فيه بيكون من خلال برامج وتطبيقات وارقام. التعامل فيه من خلال برامج وتطبيقات، وبالتالي انت كشخص انت مش مهم في المجتمع الرقمي، المهم الرقم اللي انت بتتعامل بيه. يعني ايه؟ انا دلوقتي رايح اهبط، مش مهم انا اللي اروح، المهم اي حد يروح بالفيزا بتاعتي والباسورد الرقم بتاعي. يبقى مجتمع رقمي التعامل فيه من خلال برامج وتطبيقات، مش مهم الشخص يكون موجود، ما بتعاملش مع شخص، انا بتعامل مع برنامج. لذلك لما بتروح تصرف من الفيزا مش هتلاقي واحد قاعد في قلب الفيزا يقول لك امشي انا نايم دلوقتي او روح، لا انا بروح بدخل الباسورد البرنامج بيطلع لي الفلوس. يبقى التعامل في داخل المجتمع الرقمي من خلال برامج وتطبيقات. يبقى أول سمة من سمات المجتمع الرقمي إن المجتمع مفتوح. تاني سمة من سمات المجتمع الرقمي إن التعامل فيه من خلال برامج وتطبيقات. تالت سمة من سمات المجتمع الرقمي إنه مخزن لبياناتنا ومعلوماتنا، قاعد بيوثق كل حركة إحنا بنعملها. دخلنا على إيه؟ سمعنا إيه؟ قعدنا قد إيه؟ كلمنا مين؟ كلمنا قلنا إيه؟ قاعد بيسجل لي كل البيانات والمعلومات. لذلك لو هو مستودع لبياناتنا ومعلوماتنا ده يشير لوجود خطورة. لان عشان عايزين نعرف بياناتنا فين وبيتعمل فيها ايه، بتتعالج ازاي، مين بيستفيد فيها، ايه مين بيستفيد منها، حدود نطاقها، بتتعالج ازاي، بيستفيدوا منها ايه، بيعملوا ايه. يبقى هنا دي مستودع لبياناتنا ومعلوماتنا، خطوره فيها. برضو السمه الرابعه من سمات المجتمع الرقمي ان المجتمع ده للاسف اصبح الميدان الخامس للحروب. الحروب بقتش حروب برية ولا بحرية ولا جوية ولا فضائية، ده بقت حروب رقمية، بقى حروب إلكترونية. يعني إيه؟ إحنا كل الثورات اللي حصلت دي وكل التدمير اللي حصل دي تدمير إلكتروني، يعني أضربك تقنيا إلكترونيا. ولذلك أنت تلاحظها في الواقع العملي، لو أنت عايز كفرد تأذي فرد آخر ممكن تكون ضعيف جسمانيا، بس ممكن لو مقطع فيديو معين يهينه ونشرته تدمره الكترونيا، دمره الكترونيا لان هتبوظ سمعته. السمه الخامسه والاخيره ان المجتمع ده فيه شخصيات وهميه كتير، فيه شخصيات وهميه كتير، لان انت كل شخص بيجسد اكتر من شخصيه. بعض الناس عشان بتهرب للواقع الرقمي فبتحاول بتظهر بشخصيات غير شخصيات، فبتنتحل شخصيات اخرى. في له شخصيه حقيقيه بس بينتحل شخصيات اخرى. دي سمات المجتمع الرقمي، مجتمع مفتوح، مجتمع تعمل فيه من خلال برامج وتطبيقات، المجتمع ده يعتبر مستودع لبياناتنا ومعلوماتنا، يعتبر الميدان الخامس للحروب، ان في شخصيات ايه؟ في شخصيات وهميه كتير في المجتمع ده. اخر نقطه في المجتمع الرقمي، انا اوصل للمجتمع الرقمي ازاي؟ هنقول خلي بالك انت الوسيله بتاع وسيله الاتصال داخل المجتمع الرقمي هي الانترنت. وسيلة الاتصال داخل المجتمع الرقمي هو الانترنت، وسيلة التواصل الانترنت. يبقى اوصل ازاي؟ من خلال الانترنت. طب اللي بيديني خدمة الانترنت ده، اللي بيقدم لي خدمة الانترنت ده اسمه متعهد وصول. اللي بيقدم لي خدمة الانترنت اسمه متعهد وصول. ما مين هو متعهد الوصول؟ ده شركة الانترنت.
الشخص او الشركه اللي بتقدم لي خدمه الانترنت، الشخص او الشركه دي قد تكون بتقدم لي خدمه الانترنت من خلال باقه معينه، ده متعهد الوصول هنا اسمه شركه الاتصالات، سواء ممكن بقى فودافون، موبينيل، اورانج، اي شركه من شركات الاتصالات طالما بتقدم لي خدمه الانترنت، قدمت لي خدمه الانترنت يبقى ده اللي وصلتني للمجتمع الرقمي، فكده اسمه متعهد الوصول. طب مين متعهد الايواء؟ لا ده الشخص اللي بيخزن لي بياناتي ومعلوماتي في الفضاء الالكتروني، الشخص اللي بيخصص لي مكان في الفضاء الالكتروني، يبقى الشخص اللي بيخصص مكان في الفضاء الالكتروني اسمه متعهد ايواء. الشخص اللي بيخصص مكان ليا في الفضاء الالكتروني اسمه متعهد ايه؟ زي فيسبوك انا فتحت عليه حساب، يبقى هنا بيخصص لي مكان او بيحجز لي مكان في الفضاء الالكتروني بيتخزن فيه كل بياناتي ومعلوماتي ومراسلاتي واتصالاتي، يبقى هو متعهد ايواء بالنسبه للحساب ده. طب فتحت حساب تاني على الفيسبوك بيخصص لي مكان تاني للحساب التاني، يبقى ايه متعهد ايواء؟ ده الشخص اللي بيخصص مكان للشخص في الفضاء الالكتروني. الشخص اللي بيخصص مكان لشخص في الفضاء الالكتروني اسمه متعهد ايواء. كده عرفنا مين هو متعهد الوصول ومتعهد الايواء. في متعهد الوصول ممكن الانترنت يوصل لي من خلال واي فاي زي شركه داتا، يبقى هنا النت. متعهد الايواء التزامات متعهد الايواء لازم يحافظ لي على بياناتي ومعلوماتي، ما يقدمهاش خالص الا في حاله اذن من جهات مختصه ولتطبيق العداله. لذلك وفقا للقانون 175 لسنه 2018 قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات الزم الشركات انها تخزن بياناتنا ومعلوماتنا لمده 180 يوم، يعني 6 شهور. كل مراسلاتك واتصالاتك وتليفوناتك وبوستاتك يخزنها لك. طب انا بمسح الحاجات دي بالرغم ان انت مسحتها عنك بس هي متخزنه عنك. طيب بالنسبه لي شركه الاتصالات او شركات الاتصالات قال لك بتقدم لي خدمه الانترنت من خلال باقه او من خلال واي فاي. فكده عرفنا ايه هو المجتمع الرقمي وايه هو المجتمع التقليدي. في المجتمع التقليدي الاشخاص اللي فيه اشخاص حقيقيه لازم اتعامل بجسمي، مجتمع موجود داخل ابواب مغلقه سواء داخل الاسره او داخل الكليه او داخل الوزاره او داخل الدوله، دي كيان بين اشخاص محدده واشخاص حقيقيه. المجتمع الرقمي لا، بين اشخاص غير حقيقيه. لذلك انتم لما تيجوا في الكليه تفتح جروب على الفيس مثلا، لو انت الدفعه مثلا في الواقع العملي 10,000 طالب تلاقيها على الفيس 70,000 طالب، طب جم منين دول؟ لان في اشخاص حقيقيه دخلت، في اشخاص حقيقيه. مثلا تفتح جروب على الواتس مثلا، لو الجروب ده خاص بالبنات تلاقي في لو انتوا 100 بنت تلاقي قدهم 200 راجل داخل في الجروب على انهم بنات ومسمين اسماء بنات. طب ليه؟ لان ده مجتمع فيه اشخاص وهميه، مجتمع مفتوح، مجتمع مفتوح، مجتمع فيه انتهاك للخصوصيه. يبقى لذلك لازم نحمي ايه؟ الخصوصيه. اتفقنا كده؟ يبقى احنا شرحنا في المحاضره دي ايه تعريف القانون؟ ايه تعريف الحق؟ ايه العلاقه بين القانون والحق؟ ايه هو القانون العلم تنظيمي، القانون العلم تقويمي، القانون العلم حمائي، ايه هي قانون طبيعي وايه هو القانون الوضعي، ايه المجتمع العادي وايه المجتمع التقليدي، ايه الفرق بين الانترنت والمجتمع الرقمي والمجتمع والفضاء الالكتروني، ايه مزايا وعيوب الانترنت، ايه سمات المجتمع الرقمي، مين هو متعهد الوصول ومين هو متعهد الايواء. نبدا في الموضوع بقى تاني وهو ايه هو تعريف بقى القاعده القانونيه. فالقانون ده كيان كبير بس بيتكون من مجموعة من الوحدات، فنقول لك ايه هو تعريف القاعدة القانونية. تقول القاعدة القانونية دي الوحدة او الخلية اللي بيتكون منها القانون. القاعدة القانونية دي الوحدة او الخلية اللي بيتكون منها القانون. القاعدة القانونية هي الوحدة او الخلية اللي بيتكون منها القانون. يبقى اي قانون في الدنيا بيتكون من مجموعة من القواعد. القاعده دي بيقول لك ده الوحده او الخليه اللي بيتبني عليها القانون، اللي بيتكون منها القانون. بالتالي لو احنا حبينا نفتح شركه انا وزميلي نقول لك ايه قانوننا؟ نقول لك هنحط 1 2 3 4 5 6. البنود اللي احنا حطيناها دي القواعد اللي بتحكم مجتمع الشركه، مجموعه من القواعد الايه؟ القانونيه. يبقى 1 2. طب عندنا قانون مدني، مجموعه من القواعد القانونيه. قانون جنائي، مجموعه من القواعد القانونيه. القاعده القانونيه دي الوحده اللي بتكون منها القانون او اللبنه اللي بتكون منها القانون او الخليه اللي بتكون منها القانون. وكده عرفنا القاعده القانونيه. طيب نيجي بقى بعد تعريف القاعده القانونيه نتكلم نقول اي قاعده قانونيه بتتكون من جزئين. اي قاعده قانونيه بتتكون من جزئين. جزء اسمه الفرض وهو السلوك او الواقعه القانونيه، السلوك او الواقعه اللي بينظمها القانون. وجزء اسمه الحكم وهو الاثر المترتب على مخالفه السلوك ده.
جزء اسمه الحكم، ده الاثر المترتب على مخالفه السلوك. يبقى الواقعه القانونيه او القاعده القانونيه بتنظم جزئين او بتتكون من جزئين، اي قاعده قانونيه بتتكون من جزئين، جزء اسمه السلوك اللي بتنظمه القاعده القانونيه، وجزء اسمه الاثر المترتب على مخالفه السلوك اللي هو الحكم. السلوك ده اسمه الفرض، بنفترض لو عملت كذا، بس بيقول لك ايه؟ كل خطا سبب الضرر يلتزم من ارتكبه بالتعويض، يبقى الجزاء هنا ايه؟ الحكم ايه؟ الالتزام بالتعويض. طب لمين السلوك الفرض؟ لو كذا، بنفترض كذا، لو عملت كذا، لو اخطأ ده شرط. ترتب على خطأك ضرر، ده شرط تاني. وخطأك سبب الضرر، شرط تالت، قالك بتلتزم بالتعويض. قد يكون الفرض في الأول، وقد يكون الحكم في الآخر. وقد يكون الحكم هو اللي في الاول والفرض في الاخر. زي ايه؟ بنقول يبطل رهن ملك الغير، اللي يرهن مال مش ملكه يبقى الرهن ده باطل. ماشي، الحكم ممكن يجي في الاول او يجي في الاخر، او ممكن السلوك يتنظم على طول ونخلي في الاخر فصل للجزاء، نخلي في الاخر فصل للايه؟ للجزاء. بس نعرف ان لما تيجي تقرا اي قاعده قانونيه اعرف ان في لها جزئين. تقدر اي قانون يبقى اعرف ان انا في سلوكيات بتتنظم، وقائع بتتنظم، سواء كانت وقائع عاديه او وقائع طبيعيه او وقائع بشريه، ايا كان الواقع او ايا كان السلوك. يعني على سبيل المثال اقول لك لو جيت متاخر مش هتخش، يبقى السلوك التاخير عن المحاضره، ايه الجزاء؟ مش هتدخل المحاضره. اتفقنا كده؟ يبقى اي قاعده قانونيه في الدنيا ما تيجي تقراها اعرف ايه السلوك وايه الجزاء. لو ما فيش جزاء عشان كده القاعده القانونيه قاعده ملزمه، يبقى ما حدش هيلتزم بالقاعده القانونيه. يبقى الزاميه القاعده القانونيه جايه ان فيها جزاء، تفعيل القاعده القانونيه جاي ان في جزاء، تطبيق القاعده القانونيه ان جاي ان في جزاء. على سبيل المثال لو جه ابوك قال لك لو انت جيت بعد الساعه 10 بالليل تخش البيت ما انتش داخل البيت، يبقى الجزاء مش هتخش البيت، هتطرد من البيت. السلوك ان انت هتتاخر. طب افرض والدي ما طبقش، خلاص مش هتطبق القاعده دي، هيبقى ايه؟ ولا مش هسمع كلام تاني لاني ما اتفعلتش. لازم عشان تبقى قاعدة قانونية والقانون يطبق لازم يتفعل. لذلك يقول لك القاعدة القانونية قاعدة ايه؟ ملزمة. القاعدة القانونية قاعدة ملزمة. يبقى كده نيجي نتكلم في الجزئية دي، احنا عرفنا يعني ايه قاعدة قانونية. القاعدة القانونية دي الوحدة أو الخلية أو اللبنة اللي بتكون منها القانون. أي قانون في الدنيا بيتكون من مجموعة من القاعدة القانونية. إيه أجزاء القاعدة القانونية؟ تقول لي أي قاعدة قانونية في الدنيا بتتكون من جزئين. جزء اسمه الفرض، وده الواقع او السلوك اللي بتنظمه القاعده القانونيه. وجزء تاني اسمه الحكم، ده الاثر المترتب على مخالفه السلوك. الحكم قد يكون في بدايه القاعده وقد يكون في نهايه القاعده، مش شرط انه يجي لاول مره او يجي لاخر ايه مره. يبقى احنا كده عرفنا ايه القاعده القانونيه وعرفنا ايه عناصر القاعده القانونيه. نيجي نتكلم بقى في جزئيه بقى، ايه خصائص القاعده القانونيه؟ للقاعده القانونيه ثلاث خصائص، للقاعده القانونيه ثلاث خصائص. الخاصية الأولى للقاعدة القانونية إن هي قاعدة عامة ومجردة. الخاصية الأولى للقاعدة القانونية إن هي قاعدة عامة ومجردة. الخاصية الأولى للقاعدة القانونية إن هي قاعدة عامة ومجردة. يعني إيه قاعدة قانونية قاعدة عامة؟ قلنا القانون بيتسم بالعموم. يعني إيه؟ يعني إيه قاعدة قانونية قاعدة عامة؟ يعني القانون يجب أن يطبق على جميع أفراد المجتمع. يبقى احنا لو احنا اسره مكونه من 5 افراد يبقى لازم يطبق علينا كلنا. لو احنا دفعه مكونه من 2000 طالب يبقى لازم القانون يطبق علينا كلنا. لو احنا وزاره مكونه من 10000 طالب يبقى لازم يطبق علينا كلنا. يبقى قاعده عامه يعني ايه؟ لازم يطبق على كل افراد المجتمع. طيب وبرضه ممكن تبقى تكون القاعده عامه لو طبقت على فئه واحده من فئات المجتمع. قد تكون القاعده عامه لو طبقت على فئه واحده من فئات الايه؟ المجتمع، بشرط تطبق على جميع افراد الفئه دي. يعني على سبيل المثال القاعده اللي بتنظم عمل السيدات برضه لازم تطبق على كل السيدات، لان طالما هتطبق على فئه واحده من فئات المجتمع تبقى عامه، بس بشرط تطبق على كل عناصر الفئه دي. زي القاعده اللي بتطبق على المحامين، على المحاسبين، على طالما بتطبق على فئه بس تطبق على كل عناصر الايه؟ الفئه. برضه ممكن تكون القاعده عامه لو اتطبقت على شخص واحد، زي القاعده اللي بتنظم شروط ترشح لمنصب رئيس الجمهوريه، برغم انها بتنظم منصب واحد بس عامه ليه؟ لان هي هتطبق على كل من يتوفر فيه الشروط. يبقى القاعده القانونيه تبقى قاعده عامه ليه؟ لان بتطبق على جميع افراد المجتمع. وممكن تبقى عامه لو اتطبقت على فئه فقط من فئات المجتمع بس بشرط تطبق على كل افراد الفئه. وتبقى عامه حتى لو طبقت على شخص واحد طالما ان هي بتنظم شروط منصب وهتطبق على كل من يتوفر فيه شروط المنصب ده. طيب مجرده يعني ايه؟ قال لك في ارتباط بين تجريد القاعده القانونيه وعمومتها.
وعموميه القاعده القانونيه. يعني ايه؟ قال لك مجرده يعني المعيار فيها معيار موضوعي، ما فيش فيها شخصنه، ما بتعاملش مع اشخاص، انا بتعامل مع سلوك، بنظم سلوك واطبقه على كل من يخالف هذا السلوك. وبالتالي لو قلت لو حد جه متاخر هعاقبه، مش فارقه بقى معايا اللي دخل ده حبيبي مش حبيبي، كبير صغير، ماليش دعوه، دي مجرده. يعني ايه مجرده؟ ما بتخاطبش الناس باشخاصهم او بذاتهم او بصفاتهم، لا، بتخاطب الناس بسلوكهم، بتخاطب الناس بايه؟ بسلوكهم، وتطبق على كل من يتوافر في هذا الايه؟ السلوك. عشان كده نقول لك القاعده القانونيه قاعده مجرده. يعني ايه مجرده؟ ان هي ما بتخاطبش الاشخاص باسمائهم او بذاتهم، لكن بتخاطب سلوك وبتطبق على كل من يخالف هذا الايه؟ السلوك. وفي ارتباط بين القاعده مجرده وعامه، يعني عشان هي مجرده فبتبقى عام طبعا، كل ما بتميزش ما بتفرقش. وده الاختلاف بين بقى القرار الاداري والحكم القضائي والقاعده القانونيه، ان القرار الاداري شخصي والحكم القضائي شخصي. يعني ايه؟ لازم احدد شخص بالذات اللي يطبق عليه القرار، اسمه. ما لذلك بقول لك ايه؟ تم تنقيب فلان، لازم اذكر اسمه. فالحكم القضائي تم الحكم على فلان، لازم اذكر اسمه. في القاعده القانونيه ما بتذكرش اسماء، دي مجرده. يعني ايه مجرده؟ يعني بخاطب سلوك وتطبق على كل من يخالف هذا السلوك. ده كده في فرق بين الحكم القضائي والقرار الاداري والقاعده القانونيه. يعني الحكم القضائي والقرار الاداري شخصي ذاتي، بيذكر اسم اشخاص، نسبي، بحدد له اشخاص. لكن بالنسبه للقانون لا، ده عام ومجرد، ما بحددش اسماء، ده انا بنظم سلوك وبطبق على كل من يخالف هذا الايه؟ السلوك. طيب نيجي بقى للجزئيه اللي بعد كده. الجزئيه اللي بعد كده بنتكلم في القاعده القانونيه قاعده سلوكيه. القاعدة القانونية قاعدة سلوكية اجتماعية. قلنا يعني ايه سلوكية؟ تقول لك ان القانون لا ينظم الا السلوك الخارجي، القانون ما بيحاسبش الشخص الا على افعاله. يعني بالتالي ان القانون لا يحاسب الشخص على نواياه حسب الاصل، بالتالي انا لو نيتك ما بحاسبكش عليها، القانون ما بيحاسبش الشخص ايه؟ على نيته، لكن القانون بيحاسب الشخص على ايه؟ على افعاله، على سلوكياته، لان القاعدة القانونية قاعدة سلوكية، القانون لا ينظم الا السلوك الايه؟ الخارجي. لكن نقول لك استثناء، ممكن القانون يحاسب الشخص على نيته. استثناء قد يحاسب القانون الشخص على نيته، امتى؟ اذا اقترنت بسلوك خارجي. اذا اقترنت بسلوك ايه؟ لذلك احنا بنشدد الجزاء على اللي بيقتل عمد ونخففه شويه على اللي بيقتل خطا. ليه؟ ان هنا في نيه، في هنا سبق اصرار او ترصد، في هنا نيه. لكن في الخطا ما فيش، في القتل الخطا ما فيش ايه؟ نيه. برضه الحيازه بحسن نيه جزاء، والحيازه بسوء نيه جزاء اشد. ايه الفرق بين ده؟ ان احنا حاسبنا على النيه، نحاسب على النيه امتى؟ لما تقترن بسلوك ايه؟ خارجي. طب القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه، يعني اجتماعيه ليه؟ لان لا وجود للمجتمع بدون قانون. لا وجود للقانون بدون مجتمع، لان القانون مش جاي الا عشان ينظم العلاقات داخل الايه؟ المجتمع. لذلك بيقول لك القاعده القانونيه قاعده سلوكيه اجتماعيه. يعني ايه سلوكيه اجتماعيه؟ ان فرد لوحده منعزل مش محتاج للقانون، هو يظبط اموره، اللي ما فيش حد هينزعه في حقوقه والتزاماته. مفيش حد هيتعارض معاه في حقوق والتزامات، وبالتالي مش محتاجين ان المجتمع يستقر، لان واحد بس اللي فيه لو دمر هيدمر نفسه. لكن المجتمع بنحتاج له القانون امتى؟ لما يكون بقى اكتر من فرد، لان المصالح متعارضه، فيجي عشان يوفق بين المصالح المتعارضه دي. طيب كده عرفنا ان القاعده القانونيه عامه ومجرده، القاعده القانونيه سلوكيه واجتماعيه. اخر جزئيه بقى، ان القاعده القانونيه قاعده ملزمه. يعني ايه قاعده قانونيه قاعده ملزمه؟ يعني القاعده القانونيه بتقترن بجزاء يوقع على من يخالف افرض من يخالف احكامها. القاعده القانونيه بتقترن بجزاء يوقع على من يخالف احكامها. يعني قال لك يعني انت لو انت ارتكبت جزاء، لو ارتكبت خالفت السلوك اللي في القاعده القانونيه، ايه اللي هيحصل؟ هنوقع عليك جزاء. قال لك الجزاء ده قد يكون جزاء مدني، قد يكون الجزاء جزاء جنائي، قد يكون الجزاء جزاء اداري. الجزاء قد يكون مدني، قد يكون جنائي، قد يكون اداري. طب يعني ايه جزاء؟ مين اللي هيوقع الجزاء؟ في المجتمع اللي فيه دولة انتهى مبدأ ان القوة تنشئ الحق وتحميه، انتهى بقى في مجتمع الدولة، انتهى ان الواحد يجيب حقه بايديه. فأصبح اللي بيوقع الجزاء سلطة مختصة في الدولة. قاضي يحكم وحكومة تنفذ. يبقى هنا السلطة الجزاء القانوني ده سلطة مختصة في الدولة هي اللي بتوقع الجزاء. ايه سماته؟ ايه خصائص الجزاء القانوني؟ ده جزاء مادي ملموس توقعه السلطه المختصه، جزاء مادي ملموس توقعه السلطه الايه؟ المختصه. الجزاء في الحال، يعني لازم ايه؟ اخطا تتعاقب دنيوي. طيب بالنسبه لي
انواع الجزاء ايه؟ قلنا قد يكون الجزاء جزاء مدني. يعني ايه جزاء مدني؟ يعني جزاء مدني ان انت لو ارتكبت خطأ، اساس الجزاء المدني ايه؟ ان ارتكبت خطأ وترتب على الخطأ ضرر فتلتزم بالتعويض. طب اساس الجزاء الجنائي ايه؟ لا، الجزاء الجنائي ان انا خالفت نص موجود في قانون العقوبات، لان قانون العقوبات يقول لك ايه؟ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. طب يبقى اساس الجزاء المدني عرفناه، واساس الجزاء الجنائي عرفناه. طب اساس الجزاء الاداري ان انت خالفت قواعد العمل، خالفت قواعد المنظومه اللي انت فيها، خالفت قواعد الاداره اللي بتحكمك، سواء كان بقى العمل في القطاع الخاص او العمل في القطاع العام، يبقى ده جزاء اداري. يعني بيوقع ايه؟ على مخالفه او ارتكاب خطا اداري. يعني ايه خطا اداري؟ خطا داخل المؤسسه اللي انت شغال فيها. عرفنا اساس ده واساس ده واساس ده. طيب ايه الهدف من الجزاء المدني؟ الهدف من الجزاء المدني اعاده الحال الى مكانه. كسرت الواحد عربيته اصلحها له، بوظت لحد هدومه اظبطها له، بوظت لحد موبايله اصلحه له، اعاده الحال الى مكان عليه، جبر الضرر، يعني جبر الضرر، اعاده الحال الى مكان عليه. لكن الهدف من الجزاء الجنائي الردع او التخويف، يعني انا هعاقبك حتى لو ما حصلش ضرر، الردع او الايه؟ بخوفك عشان ما تعملش كده تاني. يعني انا تجاوزت السرعه، سقت على 150 بس ما حدش اتضرر، لا بيديك مخالفه. ليه؟ لان ديت هدف الردع والتخويف عشان ما تعملش كده تاني. طب ما حدش اتضرر، يقول لك لا الضرر ده في المدني. اه هو اعاده جبر الضرر واعاده الحال الى ما كان عليه. طب ايه الهدف من الجزاء الاداري؟ حفظ الاستقرار داخل المجتمع والحفاظ على كيان المجتمع الاداري او المؤسسه اللي انت شغال فيها. طب ايه امثله الجزاءات المدنيه؟ امثله الجزاءات المدنيه التعويض، وده اقوى انواع الجزاءات او اغلب انواع الجزاءات المدنيه او الجزاء الرئيسي في المدني، وفسخ العقد وابطال العقد، دي كلها جزاءات، دي امثله للجزاءات. طب الجزاءات الجنائيه، عندي الغرامه، عندي الحبس، عندي السجن، عندي الإعدام، عندي تدابير احترازية، دي كلها جزاءات ايه؟ جنائية. في جزاءات أساسية وفي جزاءات تبعية، في الوضع تحت المراقبة ده جزاء، دي كلها جزاءات ايه؟ جنائية. الجزاءات الإدارية قال لك الفصل من الخدمة، الخصم من المرتب، وفي بعض القوانين تخلي الوقف عن العمل جزاء، والبعض التاني يقول لك لا ده الوقف عن العمل إجراء تنظيمي، فدي كلها جزاءات إدارية. هل الأصل إن الشخص ما يتعاقبش على الفعل إلا مرة واحدة؟ الأصل إن الشخص ما يتعاقبش على الفعل إلا مرة واحدة، بس قد يشكل الفعل أكثر من مخالفة. قد يشكل الفعل أكثر من مخالفة. قال لك لما الشيء الفعل يشكل أكثر من مخالفة، قال لك في الحالة دي تعاقب مدنية وتعاقب جنائية وتعاقب إدارية، أو حسب المخالفة. يعني على سبيل المثال لو في موظف عام خد رشوة، خد رشوة معناها ان لازم يتوقع عليه جزاء جنائي لانه ارتكب سلوك مجرم في قانون العقوبات، يبقى يتوقع عليه جزاء جنائي. طب ده موظف عام، يعني اخلي بواجبات وظيفته يتوقع عليه جزاء اداري. طب انت الرشوة دي لما خدها ضرر واحد تاني، يبقى في ضرر هنا، يبقى لازم تعوض الواحد تاني للضرر، لان في خطأ وضرر وعلاقة ايه؟ سببين. كده يبقى كده انتهينا من المحاضرة الأولانية. نحاول نخططها بقى في الكتاب، ونحاول نمليكم ايه الحاجات المهمة في الكتاب. في المحاضرة الأولانية دي احنا شرحنا من صاد خمسة حتى صاد 23، شرحنا من خمسة لثلاثة وعشرين، شرحنا من خمسة لثلاثة وعشرين. نركز مع بعض بقى في صاد خمسة. في صاد خمسة هنعلمها كلها، هنخططها كلها، نعلم تحتها خطوط كلها، ونكتب ايه اللي احنا عايزين نعرفه في خمسة بقى. نكتب عند الفقرة الأولى تعريف القانون، وعند الفقرة الأولى برضو نكتب القانون علم وفن. عند الفقرة الثانية اللي هي القانون، نكتب القانون ليست الوسيلة الوحيدة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع. طبعا عند الفقرة الأخيرة في صد خمسة نقول لك ايه العلاقة بين القانون والحق. لذلك لما تيجي تلخص بقى وتشتغل، لخص دول مع بعض كده. طب في صفحة ستة بناخد ستة كلها ما عدا الفقرة الأخيرة، بناخد ستة كلها ما عدا الفقرة الأخيرة، يعني نلغي الفقرة الأخيرة في ستة. فأول فقرة في ستة نكتب الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. فأول فقرة في ستة نكتب الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. في تاني فقرة في ستة نكتب القانون علم تنظيمي وعلم اجتماعي. تاني فقرة في ستة نعلمها وناخد نكتب القانون علم تنظيمي وعلم اجتماعي.
الفقرة في الثالثة في ستة نكتب القانون علم تقويمي والقانون علم حمائي، ونلغي الفقرة الأخيرة في ستة صفحة سبعة. نلغي الفقرة الأخيرة في صفحة سبعة. نلغي الفقرة الأخيرة في صفحة سبعة. وفي صفحة سبعة نكتب في أول فقرة مزايا وعيوب الإنترنت. وفي الفقرة الثانية في سبعة نكتب الفرق بين الإنترنت والفضاء الإلكتروني والمجتمع الرقمي. في الفقرة الثانية في سبعة نكتب الفرق بين الفضاء الإلكتروني والإنترنت والمجتمع الرقمي. في صفحة 8 كلها نلغيها، مش عايزين غير الفقر السطر اللي قبل الأخير اللي هو بيعرف المجتمع الرقمي، وتكتب التعريف اللي أنا هقوله ده. المجتمع الرقمي هو أي كيان يتكون من أكتر من شخص في الفضاء الإلكتروني. تكتب المجتمع الرقمي هو أي كيان بيتكون من أكتر من شخص في الفضاء الإلكتروني. نلغي 9، مش عايزين 9. ونلغي 10، مش عايزين صفحة 10. ونلغي صفحة 11، مش عايزين صفحة 11. ونلغي أول فقرة في 12. ونلغي أول فقرة في 12. نيجي بعد كده في 12 بقى بعد الفقرة الأولى نكتب عنوان جانبي كده: سمات المجتمع الرقمي. سمات المجتمع الرقمي، سمات المجتمع الرقمي. ونعلم على السمة الأولى ونكتب جنبها المجتمع الرقمي مجتمع مفتوح. نكتب على السمة الثانية إن المجتمع الرقمي ده مجتمع واقعي وليس افتراضي. المجتمع الرقمي أصبح مجتمع واقعي وليس افتراضي. ليه المجتمع الرقمي مجتمع واقعي وليس افتراضي؟ لأنه بقى له تأثيرنا في الواقع. التعاملات كلها بقت من خلال المجتمع الرقمي. أنا بروح دلوقتي أخد الفلوس من الفيزا، بتطلع لي فلوس، بقى مجتمع واقعي وليس افتراضي. لو حد نشر لك اي صوره في الفضاء الالكتروني هيدمرك في الواقع، يبقى مش مجتمع افتراضي، يعني مش مجتمع، لا ده مجتمع اصبح مجتمع واقعي له تاثير في الواقع. بقى دي السمه الثانيه من سمات المجتمع الرقمي، نكتب جنبها مجتمع واقعي مش وليس افتراضي. يبقى السمه الاولى من سمات المجتمع الرقمي نكتب مجتمع مفتوح. السمه الثانيه نكتب مجتمع واقعي. السمة الثالثة نكتب ان هو مخزن للبيانات والمعلومات، مخزن للبيانات والمعلومات. السمة الرابعة نكتب الميدان الخامس للحروب، الميدان الخامس للحروب. ليه؟ لان الانترنت اصبح وسيلة مخابراتية دلوقتي. المجتمع الرقمي الفضاء الالكتروني اصبح وسيلة مخابراتية دلوقتي. الحروب بقت حروب الكترونية، مش حروب برية ولا بحرية ولا جوية. طيب السمة الخامسة نكتب ان هو كسرة الشخصيات الوهمية، كسرة الشخصيات الوهمية. يبقى كده صفحة 12 يهمنا الحاجات دي. طيب نلغي 13. في صفحة 14 ناخد أول أربع سطور، في صفحة 14 ناخد أول أربع سطور ونكتب تعريف متعهد الوصول. صفحة 14 ناخد أول أربع سطور ونكتب تعريف متعهد الوصول، وتكتب هو الشخص أو الشركة التي تقدم خدمة الإنترنت. هو الشخص أو الشركة التي تقدم خدمة الإنترنت وتوصل الفرد للفضاء الإلكتروني. الشخص أو الشركة التي تقدم خدمة الإنترنت وتوصل الشخص للفضاء الإلكتروني، مثل شركات الاتصالات، مثل شركات الاتصالات أو شركة تي إي داتا. مثل شركات الاتصالات وشركة تي إي داتا. نسيب 14، نلغي بقية 14، ناخد بس أول أربع سطور. ونلغي 15، إحنا بنخفف عليكم عشان موضوع الظروف اللي هي بتاع كورونا دي، الظروف الموجودة في البلد دي، فبنخفف عشان الدنيا تبقى بسيطة شوية. طيب صفحة 16 نلغي أول فقرة اللي هو التعاقد مع متعهد اللواء، نلغي أول فقرة. في تاني فقرة ناخد أول ثلاث سطور، في تاني فقرة نكتب ناخد أول ثلاث سطور. في تاني فقرة ناخد أول ثلاث سطور ونكتب تعريف متعهد الإيواء. تعريف متعهد الإيواء. وناخد أول ثلاث سطور ونكتب التلخيص اللي أنا هعمله لكم ده. هو الشخص أو الشركة الذي يخصص مكان للفرد في الفضاء الإلكتروني. هو الشخص أو الشركة الذي يخصص مكان للفرد في الفضاء الإلكتروني لكي يخزن بياناته ومعلوماته. مثل شركة الواتساب وشركة الفيسبوك. مثل شركة الواتساب وشركة الفيسبوك. ونسيب بقية 16 بقى. 17 نلغيها و 18 نلغيها. في صفحة 19 بقى، صفحة 19 نلغي أول فقرة
في 19 نلغي اول فقرة، في 19 نلغي اول فقرة، في الفقرة الثانية ناخد سطر 2 3 4 5 6 وكلمة، الفقرة الثانية ناخد اول 6 سطور وكلمة ونكتب تعريف القاعدة القانونية، تعريف القاعدة القانونية وتحديد عناصر القاعدة القانونية، تعريف القاعدة القانونية وتحديد عناصر القاعدة القانونية. نيجي بقى عند صفحة 20 نلغي أول سطر ونلغي السطرين اللي بعد كده، ونيجي تحت القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة. عند القاعدة القانونية قاعدة عامة ناخد الفقرة الأولى تحت القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة، ناخد تعريف القاعدة القانونية عامة يعني إيه، وتعريف القاعدة القانونية قاعدة مجردة يعني إيه، ونلغي آخر فقرة في 20. نلغي آخر فقرة في 20، 21 ناخدها كلها، وفي أول فقرة في 21 نكتب الفرق بين القاعدة القانونية والحكم القضائي والقرار الإداري. نكتب الفرق بين القاعدة القانونية والحكم القضائي والقرار الإداري. آخر 21 ناخدها كلها، في 22 ناخدها كلها، في 22 ناخدها كلها، و 23 ناخدها كلها بس نلغي آخر فقرة، 23 ناخدها كلها بس نلغي آخر فقرة، ونكتب الفرق بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي والجزاء الإداري، وهل يجوز الجمع بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي والجزاء الإداري، وإيه الفرق بين الغرامة والتعويض، وإيه الفرق بين الغرامة والتعويض. وكده تبقى انتهت محاضرة النهاردة اللي هي المحاضرة الأولى من مقرر مبادئ القانون في عصر الإنترنت لكلية التجارة. تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. الأسئلة ممكن تيجي إزاي على الجزء ده؟ ممكن أقول لك يختلف الحكم القضائي عن القرار الإداري، تقول لي صح ولا غلط؟ الأسئلة تبقى أوضح مدى صحة أو خطأ العبارة التالية مع التعليل. ممكن السؤال يجي يقول لك لا يوجد أي فرق بين الغرامة والتعويض، تقول لي غلط. ممكن وتشرح بقى الفرق. ممكن السؤال يجي لك على اساس ايه العلاقه بين القانون والحق، اقول لك توجد علاقه وثيقه بين القانون والحق، تقول لي صح لان القانون هو الذي ينظم الحقوق ويحميها. ممكن اجيب لك السؤال اكمل القانون ينظم نقط، تقول لي العلاقات، الحق يمنح نقط، تقول لي السلطات، القانون يتسم نقط، تقول لي بالعموميه، الحق يتسم نقط، تكتب لي بالفرديه. ممكن نيجي اقول لك اعلل او اوضح مدى صحه او خطا العباره التاليه، القانون علم تنظيمي، علم تقويمي، علم حمايه، تقول لي القانون علم لانه مجموعه من القواعد، القانون تنظيمي لانه ينظم العلاقات داخل المجتمع. برضه ممكن اقول لك يحاسب القانون الشخص على نواياه، ممكن تقول لي صح لان القانون بيحاسب الشخص على نواياه اذا اقترن بسلوك خارجي، ممكن تقول لي غلط، لا القاعده القانونيه قاعده، تقول لي التعليل، القاعده القانونيه قاعده سلوكيه، اي لا يجوز للشخص، القانون لا ينظم الا السلوك الايه؟ الخارجي. ممكن اقول لك سؤال برضو القانون علم، تقول لي صح القانون علم لانه بينظم العلاقات داخل لانه مجموعه من القواعد. ممكن اقول لك لو قلت لك القانون علم فقط تقول لي غلط، القانون علم لانه بينظم العلاقات، لكن علم ممكن يكون علم وفن، ممكن يكون علم تنظيمي، ممكن يكون علم تقويمي، ممكن يكون علم حمائي. برضه ممكن اقول لك المتعهد الوصول هو متعهد اللواء، تقول لي غلط، متعهد الوصول له تعريف ومتعهد اللواء له تعريف. ممكن اقول لك المجتمع الرقمي هو الانترنت، تقول لي غلط، المجتمع الرقمي كذا والانترنت كذا. ممكن اقول لك برضه يعتبر الانترنت الميدان الخامس للحروب، تقول لي صح، ليه؟ لان اصبح الانترنت وسيله مخابراتيه. ممكن اقول لك المجتمع الرقمي الميدان الخامس للحروب، صح. ممكن اقول لك الفضاء الالكتروني الميدان الخامس للحروب، صح، وتقول لي التعليل بتاعك ايه. ممكن اجيب لك السؤال بتاع سمات المجتمع الرقمي ده اكمل، اقول لك سمات المجتمع الرقمي هي، تقول لي نقط، مفتوح، مجتمع مفتوح، ايه، مجتمع واقعي، تبدا الخمس سمات تقولهم. تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح، ونتقابل ان شاء الله في المحاضره اللي بعد كده.